السلام عليكم. أبو تريكا واستوديو بي إن سبورت والمواقع العالمية والمواقع العربية والمواقع المصرية وكمان الصفحة الرسمية لنادي مانشستر سيتي كلهم بيتكلموا عن رياض محرز النهاردة وتأثيره الكبير جدا في فوز مانشستر سيتي، وكمان ليه محرز اللي يدخل يشوط ضربة الجزاء في ظل وجود اللاعب الأساسي اللي هو دي بروين. كل ده هنتكلم عليه في فيديو النهاردة وهتشوفوه بالصوت والصورة. ولكن قبل ما نبدأ ما تنسوش الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ومهم جدا كمان تنزل تعمل لايك دلوقتي علشان تساعدنا في انتشار الفيديو. بالجزاء صحيح، وهدف كبير بالنسبة لرياض محرز. انا قلت دي بروين، انتوا كنتوا خايفين؟ أيوة كلكم خايفين. انا لا يضيع، انا خايف لا يضيع. وبعدين دي بروين هو صاحب ضربات الجزاء الاول، انما هو رياض محرز حطها بمهارة كبيرة ما شاء الله، مسؤولية كبيرة. لا طبعا، وفودن ابن جوارديولا. طبعا ابو تريكا كان خايف ان محرز يضيع ضربة الجزاء دي، لان كان هيبقى عليه ضغط شديد جدا، وخصوصا ان محرز كان مضيع كورة سهلة قبلها. ولكن ده محرز، ابو تريكا طبعا ده من قلقه على رياض محرز ومن خوفه على رياض محرز، وكلكم عارفين حب ابو تريكا لرياض محرز. تعال بقى نتكلم بس في نقطة بسيطة جدا، ليه رياض محرز اللي يشوط ضربة الجزاء مش دي بروين؟ مع ان يعني في علامة استفهام، دي بروين اصلا هو رقم واحد في ضربات الجزاء في مانشستر سيتي، ومحدش بيسدد في وجود دي بروين، ليه بقى محرز اللي يدخل يشوط؟ هل دي تعليمات من جوارديولا؟ هل مثلا دي بروين مش قادر؟ الحقيقه الكوره دي كانت صعبه جدا، ومانشستر سيتي الكوره دي لو ضاعت كان بنسبه كبيره جدا هنقول له باي باي من بطوله دوري ابطال اوروبا. ولكن ثقه جوارديولا في رياض محرز، هدوء اعصاب رياض محرز، وكل ده ورياض محرز صايم. يدخل رياض محرز، خد يالا خد يالا، حطها قنبله. دي ضربه جزاء ولكن ضربه جزاء عايز اعصاب هاديه تتحط بقوه، حارس المرمى رايح عليها وحياتك يا ابني لو معاك 10 مش هتقدروا تجيبوها، لان الكوره شديده جدا، الكوره قويه جدا. عشان كده جوارديولا لا راح، قصدي جوارديولا بشعر طويل، احنا في رمضان بقى، جوارديولا اللي مش فرطاس قال لرياض محرز شوط الكوره. رياض محرز ما كدبش خبر، حط الكوره في الجول. طبعا خلصنا النقطة على الكلام ده، مش عايز اطول عليكم، نروح بقى للمواقع العالمية ونشوفها قالت ايه عن رياض محرز. ذا سن، ركلة جزاء رياض محرز وضعت السيتي في المقدمة في الشوط الثاني. مانشستر ايفنينج، رياض محرز وفيل فودن يتقدمان في مواجهة دورتموند. ميرور، السيتي انهى فوزه على بروسيا دورتموند بفضل محرز وفول فودن. صفحة رسمية لمانشستر سيتي على تويتر كتبت وقالت جرينتا محارب الصحراء. وهنا طبعا مع وقت تسجيل رياض محرز، جول رياض ساحر العرب. طبعا في مانشستر سيتي بيطلقوا او بيلقبوا رياض محرز بساحر العرب. نروح بقى لموقع في الجول المصري اللي مع لحظة تسجيل رياض محرز الهدف غرد وكتب وقال رياض بوم محرز. طبعا شعور جميل من المواقع المصرية والعالمية، وكمان الاستوديوهات التحليليه، وكمان القنوات على اليوتيوب. رياض محرز النهارده حط السيتي على الطريق الصحيح. ودي صفحه اخبار الكره العالميه كتبت وقالت رياض محرز اصبح ثاني لاعب جزائري يسجل في ربع النهائي في دوري ابطال اوروبا بعد رابح ماجر. وهنا طبعا الصفحه الرسميه للاتحاد الافريقي الكاف غردت وقالت المباريات الكبيره حيث يلمع عمالقه الساحره المستديره. طبعا وعلم الجزائر بجانب نجمنا رياض محرز. ودي تغريده لمحرز مباشره بعد المباراه زي ما انتم شايفين كده. وهنا موقع جول بالعربي عمل تغريده وكتب وقال سوبر محرز، طبعا بيشبهوه بسوبرمان، ورياض محرز يستحق التشبيه ده واكتر من كده كمان. وهنا عصام الشوالي بيرجع تاني ويشارك تغريدة على حسابه على تويتر، الشوالي يتغزل بالنجم الجزائري، محرز سلطان المدينة يا جوارديولا. حبيت بس أشارك معاكم حاجة بسيطة جدا من اللي اتقالت عن رياض محرز النهاردة. رياض محرز أي نعم زي ما قلت سجل هدف من ضرب الجزاء، ولكن الهدف ده يا جماعة كان عليه مسؤولية كبيرة جدا، لأن الكرة دي لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله لو كانت ضاعت كنا هنشوف بقى الناس المتربصة
هجوم شديد على رياض محرز، ولكن يشاء الله عز وجل ان الكره دي تدخل جول ورياض محرز يسجل ورياض محرز بيلعب وهو صايم. مبروك لرياض محرز وهارد لك ابو صلاح، ان شاء الله السنه الجايه تعوض، وان شاء الله رياض محرز النهارده او مع مانشستر سيتي يوصلوا للنهائي وياخدوا البطوله ويفرحونا كلنا. فيديو النهارده خلص، مش عارف ممكن اعمل لكم فيديو تاني النهارده وممكن ما اعملش. ما تنسوش تدعموا الفيديو ده من خلال اللايك والشير. سلام.